الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب الكل بخير. حبايبي اليوم الفيديو تبعتي ان شاء الله ينال رضا الجميع. تقدرين تستعمليه باي وقت، تقدري تستعمليه كل يوم. النتائج تبعته من سابع استعمال ان شاء الله، ومن بشرة البشرة تفرق. يعني في خوات راح ياخذون نتيجة من رابع خامس استعمال، وفي بالسابع، يعني وحسب نوع البشرة وتعب البشرة والتجاعيد اللي فيها والأضرار اللي فيها. هذا الماسك اليوم اللي راح اسويه يستعملوه الكوريين او الكوريات، كثير يستعملوه، عشان هيك تشوفون بشرتهم ما فيها ولا خدش، وبنفس الوقت صافية هيك لامعة مثل القزاز، هيك يعني تلقوها لامعة مثل القزاز، كثير حلوة، تعطي للبشرة نضارة، تعطي للجلد شو نقول رونق كتير حلو، تعطي نعومة وتقلل التصبغات والندبات تبعت حب الشباب، جميع أنواع التصبغات مع الاستعمال. زين، هذه الوصفة كمان العفو حبايبي، هاي الوصفة تزيل التجاعيد الخفيفة وتشد الترهلات بنفس الوقت، كثير حلوة للعناية بالبشرة. اليوم راح احط راح نستعمل، وتتعرفون كثير الكوريين يستعملون الرز، راح نستعمل الرز. يا ريت الرز اللي يكون هذا الرز اللي يكون مو البسمتي، لا تستعملون البسمتي، اي نوع غير البسمتي. بالنسبة لاهل العراق يقدرون تستعملون العنبر كمان، واي نوع رز غير البسمتي، لان هذا بيكون شلون نقول افضل على البشره، هيك انا بحبه اكثر. المهم راح نستعمل رز ملعقتين اكل. قبل ما ابدي بالفيديو انا كمان اشكر الاخت اللي دائما تسجل الوصفات، هي متطوعه، الف الف شكر لك حبيبتي، وجزاكي الله كل خير على تعبك معي ومع الخوات. هون حبايبي ملعقتين رز. الكل تعرف حبايبي الرز له صفات مضادة للشيخوخة، وبنفس الوقت يجعل بشرتك مشرقة وناعمة وخالية من التجاعيد، وهو مقاوم للتجاعيد على البشرة. هون كمان راح نستعمل اللوز. اللوز كثير حلو للبشرة، هو لأنه يحتوي على فيتامين إي، وفيتامين اي كثير حلو للبشرة، يخلص البشرة من الخطوط الدقيقة. بنفس الوقت راح نستعمل كمان الجوز. الجوز اللي هو العين الجمل، الجوز كثير حلو للبشرة. انا ان شاء الله بورجيكم اياه، لان خاف يعني اكو اخوات ما يعرفون اي نوع جوز يستعملوه، انا راح اورجيكم اي نوع. طبعا انا طبيعتي احب هنا هيك اسوي، هون اضبه، انا قصدي هذا الجوز. وبحالة ما عندك الجوز تقدرين تخلين البندق، البندق كمان كتير كويس، كسري لك اربع حبات وحطيها. زين، يعني هذا الك حرية الاختيار. تاخذين قليل جدا، يعني قد تلات حبات من الجوز، تلات حبات من اقول يعني هيك هيك صغار، تلات حبات من الجوز. طيب اذا زادت ما راح يأثر، بس يزيد الكمية كمان، او اربع حبات مو مشكلة، اربع خمس حبات كمان من اللوز كمان بنفس الوقت. وراح نحتاج كمان حبايبي، هسعدنا الجوز اللوز، تقدرون اربع حبات باربع حبات، ثلاث حبات بثلاث حبات، ما راح يأثر اذا زادت او قلت الكمية. زين، راح نحتاج كمان حبايبي هون السمسم. السمسم حبايبي كثير كويس للبشرة، كمان يعطي فعالية جيدة لتألق وحماية البشرة من الشيخوخة، كثير حلو السمسم كمان للبشرة. هون أنا مو إجباري، وهو أصلا ما موجود بالوصفة، بس أنا راح أحطه شلون تقول لتعزيز الكولاجين كمان بهاي الوصفة. راح نحط لكم حرية الاختيار، الصمغ العربي أو الصمغ العربي، أو تخلون
لبان الذكر، وبحالة ما موجود مو ضروري حبايبي، ابدا مو ضروري، هو ما موجود بالوصفة، بس انا دا احطه هيك يعني زيادة، وتقدروا تحطون قليل من صمغ عربي وقليل من اللبان الذكر. كمان حبايبي راح نخلي بهاي الوصفة العسل، كمان راح نستعمل العسل كمان بهذه الوصفة. الوصفة كلش سهلة وما فيها اي تعقيدات. طبعا راح ناخذ قلنا ملعقتين، اذا الكمية شايفتها كبيرة الك قلليها. طيب ملعقتين من الرز، طيب ملعقتين من الرز، راح ناخذ العفو انا ما ذكرته، ملعقة وسط من اليانسون العادي، هذا اليانسون، ملعقة وسط من اليانسون، هاي خلطنا هون، خلطنا الرز مع اليانسون، طيب الرز مع اليانسون خلطناه مع بعض، هون ملعقة وسط من السمسم، ملعقة وسط من السمسم، ملعقة وسط من السمسم، حبة صغيرة من هذا اختياري مو اجباري حبايبي ابدا، انا ما بحطه اجباري، بحطه اختياري للي حابه. حبة صغيرة من الصمغ العربي، وهذا غير يعني اجباري، اللي حابه تقدر تخلي، اللي ما حابه مو ضروري حبايبي. هون خلطنا السمسم اليانسون الرز الصمغ العربي مو اجباري. هون راح نخلي كمان 3 حبات من اللوز، هيو 3 حبات من اللوز، راح نخلي 4 وهذا اختيار، تقدرون تحطون 4 حبات، هذا الجوز العفو 3 حبات من الجوز، 4 حبات من اللوز، وهذا كله هيك مع بعض. هون كمان حبايبي اللي حابه مو اجباري كمان قليل هيك مسح، طلعوا هيك مسح بالملعقه الوسط من الشوفان. طبعا هاي الوصفه فظيعه جدا للبشره، كل هذا طلعوا انا سويت له كله خلطته مع بعض. هسه راح نخلي عليه مي، طلعوا مي ساخنه كونون غاليها بحيث نغمره كله فيه، راح نغمره كله فيه هيك ونسيبه على الاقل 3-4 ساعات، وراح ارجع لكم اورجيكم كيف راح نستعمله. راح ما بدنا نخليه على النار، بدنا هيك نتركه 3-4 ساعات وبعدين نجي نسوي شو نقول الجزء الثاني من الفيديو. وهيني رجعت لكم حبايبي بعد مرور تقريبا 2-3 ساعات، انتو خلوه لحد ما تشوفون الشرب الرز نقع مزبوط معاكم، اطلعوا حتى شو نقول اللوز تقدرون اذا حابين توخرون القشر تبعته، يعني بسهولة لازم توخروا القشر تبعته. انا بالنسبة الي حبايبي ما حابة اوخر القشر تبعته، بدي اسويه هو والقشر، لان اللوز قد ما هو الى فايدة القشور تبعته كمان الها فائدة، شو نقول مثل اللوز، القشور هي تحمي اللوزة من الداخل، معناتها فيها مواد تحمي شو نقول البشرة أو اللوزة من الداخل، وإحنا هذا اللي حابيه بلا. اللوز فيتامين إي زي ما ذكرت لكم إياه، وقلت لكم هو فيتامين إي. هون حبايبي أنا شو سويت، خليت حتى شو نقول اليانسون مع بعض، اللي حابه ما عندها شو نقول حابه تحط نجمه اليانسون كمان تحط، تقدر نجمه اليانسون، بس انا حابه اليانسون العادي كثير حلو. اللي ما عندها اليانسون تقدر تخلي بدال اليانسون البابونج، البابونج كمان كثير حلو. بالنسبه لهاي الوصفه تقدر تستعملها البشره الدهنيه والبشره الجافه، اي بشره تتحسس من اي شغله انا حاطتها تقدرين انت تزيليها، ازيليها يعني شو نقولين مو ضروري تخليها معاها، وتقدرين تستعملين الوصفه. الصراحه هون هو الحاله شو نقول المي تبعت
المي تبعت شلون نقول المواد اللي خلتها هذا فظيع فظيع جدا على البشره. يعني شلون نقول اي شغله تستغنين عنها تقدرين تكملين بالماسك تكملين. انا حطيت الصمغ العربي وقلت لكم اللي حابه تضيف لبان الذكر تقدر كمان تضيف لبان الذكر، وانا راح اضيف بعد الخلط اللبان الذكر. يا ريت تتابعوا الوصفه اللي نزلت على قناتي قناه مملكه الفنون والتجميل العفو اليدويه، وصفة كتير حلوة بالنسبة للخوات اللي ما عندهم المواد اللي حطيتها هنا، هناك سهلت لكم المواد كمان. وبنفس الوقت وصفة أتمنى أتمنى إنكم هالوصفتين ما شلون نقول شلون نقول تغفلوا عنها، لأنها والله صدقوني بأرقى محلات التجميل اللي يسوون فيهم شلون نقول تنظيف للبشرة أو شد أو تبييض هي هاي الوصفة اللي تستعمل. هسه هون حبايبي شو راح نسوي؟ راح نخلط المواد، المواد راح نخلطها كلها مع بعض وأورجيكم كيف راح تكون هذه الوصفة. لازم يكون الخفق شو نقول 100%، لازم نخلي كل اشي يصير مثل الكريمي. يعني تريحوها شوية شو نقول الخلاط تبعكم، تخلون كل المواد تنزل تحت وبعدين ترجعون تطحنون، لان المواد اللي خلتها اكو مواد مثل السمسم مثل اللوز بدها شو نقول خلط اكتر من الرز. فخليكم معي لحد ما نوصل شو نقول الكريمي اللي انا حابيته، يعني الماسك يكون كريمي مثل ما اورجيكم اياه ان شاء الله. بس اكمل طبعا هيني ان شاء الله يكون انخفق زي ما انا حابيته. اي لازم يكون شلون نقول كله متجانس مع بعض. بحالة طلع عندكم هيك غير متجانس، طيب حبه حبتين تقدرون يعني شلون تقول ترجعون الخفق او طلعوها من عنده مو مشكله. هيك حبايبي طلعوا، هسه اورجيكم كيف انا بحكي لكم. طلعوا هيك ان شاء الله يكون كله مخفوق، فيه من عنده غير مخفوق. هيو انا راح اعيد الخفق تبعته. طيب احاول اخفقه مع قليل جدا من الماء، قليل قليل جدا من الماء. وهيني رجعت لكم حبايبي بعد ما رجعت خليت لقليل من المي حبايبي، بس هو اللوز شلون تقول انا شايفيته بده خلط اكثر من يعني اكثر من مره، بس اذا ظل بيه كيك قليل جدا مو مشكله ان شاء الله يكون هسه تمام. بس انا حاسه فيه، المهم مو مشكله حبايبي انا بعد الفيديو احاول اسويه. هو كل من ما خليتوه ينقع بالمي اكثر كل من ما صارت سهل عليكم شلون نقول بالطحن. ما بدنا نسلقه بالمي، لا بدنا نقعه تنقيع. اكيد كثير خوات راح يقولوا لي طيب هيك اسهل يا عم يوسف، بعرف اسهل بس انا ما حابه يغلي وافقد الزيوت تبعته. هيك حبايبي زي ما انتم شايفين طبعا هذا فظيع فظيع، يعني شقد ما اقولكم فظيع ما راح تتوقعوا شلون. طلعوا هذا هو، هذا يظل عندكم سو كمية لمدة يعني 5 يوم حاولوا تتخلصوا منه. من اقول دائما تتخلصوا منه مش تكبوه، تقدرون تحطوه على ايدكم على صدركم على الرقبة. تقدرون اذا عندك والدتك دلعي والدتك معاكي، اختك الكبيره اذا عندك، جارتك تحبيها، انا دائما جارتي والله بحبها ودائما اسوي لها معي. زين هيك حبايبي كملت الوصفه تبعتنا. بحاله حابه تحطي له لبان الذكر تقدرين تخلي له، مو اجباري وما موجوده بالوصفه، بس انا بحب اللبان الذكر وبهذه الشغله. طيب هذا كله هيك تخلطوه مع بعض. هون حبايبي العسل،
كمان هو ضروري مع هاي الوصفه. زين تاخذين تحطين ملعقه صغيره من العسل، انا هون ما حابه الي احط عسل لان حاطه بغير ماسكات الي عسل، خليت بمكانه لبان الذكر. زين اللي حابه خواتي تقدر تخلي فيتامين اي، انا عندي هذا فيتامين اي مع زيت الورد، فيتامين اي تخلين ملعقه صغيره من فيتامين اي، وحتى لو زيتي حسب شلون نقول بشرتك اذا كانت دهنيه او جافه، البشره الدهنيه الكثير تخلي قليل، البشره الجافه تقدر تزيد شويه، وهذا كمان مش اجباري. كل هذا زي ما انتم شايفين انا خلطته مع بعض لاني حطيت اللبان الذكر تبع معه، راح اسيبه هيك على الاقل فد 10 دقائق 5 دقائق لحد ما لبان الذكر كمان يتجانس معه. كيف طريقه استعماله؟ طريقه استعماله كلش سهله، تاخذي وتحطيه هيك وتمديه زي ما شرحت لكم بذيك القناه، تمدوه هيك. اول اشي تسوين تدليك كلش بسيط على البشره، هيك تدليك كلش بسيط على البشره. في اخت كتبت لي حبايبي بتقول لي انا بشرتي كتير جافه، البشره اللي كتير جافه ما مسموح لها كل اسبوع تسوي شلون نقول حبايبي بتسوي تقشير، لان التقشير ياثر على بشرتها اذا كل اسبوع تسوي، حاولي كل 10 ايام كل اسبوعين اذا كانت بشرتك جافه. العفو. بالنسبه للبشره الدهنيه تقدر تسوي كل اسبوع. هيك حبايبي اول اشي قلنا هيك خفيف مدة 3 دقايق، بعدين تزيدين الكمية وتخليه حتى تحت العين وعلى الرقبة وبايدك. زين وسيبيه على بشرتك لحد ما ينشف، لحد ما ينشف، من اقول لحد ما ينشف يعني كل وحدة عن وحدة يفرق الوقت تبعتها. بالنسبة حبايبي للخوات شلون نقول مو اقل من 20 دقيقة او 25 دقيقة، حتى لو ظل 30 دقيقة ما راح يأثر. تقدرين تستعمليه بالاسبوع يعني شلون نقول باليوم مرتين كمان ما راح يأثر، مواد كلش طبيعية حبايبي، حتى لو استعملتوا ماسكين باليوم ما راح يأثر نهائي، موادنا طبيعية ما إلها أي تأثير. زين انتي أنا ما بعرف بشرتكم، انتوا تعرفون المواد اللي خليتها شو اللي تتأثرين منها وشو اللي ما بتتأثرين منها. أي مادة تتحسسين من عندها تقدرين تبعديها، مو ضرورية. أنا خليت مواد كثير فيها وهاي المواد اللي خليتها كلها فعالة إن شاء الله على البشره تبعتك. هيك حبايبي انا كملت الفيديو، اتمنى انه ينال رضاتكم، واتمنى من عندكم حبايبي انكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومع السلامه.